المربي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله عن بعض المشوشات التي حصلت الان في حكمها الا بركس كيف يكون الموقف؟ قال تجاهلوها وتجاهلوهم كانهم لم يخلقوا اصلا. الله يشتغلون بالتمسك بهديه ونشر اخلاقه ودعوته. الله نحن نريد مقاطعة، تعرفون ما المقاطعة التي نريدها؟ مقاطعة أبدية، تعرفون ما هي؟ مقاطعة أخلاق غير القوية. عندك إما تكره الرسول تنتصر للنبي، قاطع أخلاقهم المنحرفة، قاطع أفلامهم الخليعة، قاطع الصور التي تأتي في الصحيفة يوم القيامة خزي وعار إذا عرضت على الجناب النبوي الشريف ان تصبح او تمسي وان تنظر اليها وانت من امه سيدنا محمد. تريد قاطع يقاطع النساء ملابسهم العاريه الكاسيه، يقاطع رجالنا تفاخر بمظاهر هيئاتهم ومدلاتهم وماركاتهم. هذه المقاطعه الحقيقيه، قاطع الافكار المنحرفه التي تاتي من هناك من هناك، قاطع تعظيم غير الخالق الذي زلزل قلوب من اهل لا اله الا الله فكاد ان ينزع منها نور لا اله الا الله والعياذ بالله. قاطع الغفله عن نشر انوار سيدنا محمد في هذا الوجود. وتواصل وأوصل حبله مع إيصال أنواره صلى الله عليه وسلم في الشرق وفي القرن وفي الغرب، قلوب عطشة، أرواح تائهة تعبة بحاجة إلى أن ترى هذا النور، إلى أن يشرق عليها هذا النور. مهمتك أنت في إيصال هذا النور. أما الصياح والغضب واللحاح واللجاج والصراع يتقنه كل واحد، تعطيه كف يعطيه كفين، تعطيه كفين يعطيك ثلاثة، يعطيك ثلاثة تعطيه أربعة. مرات نحن نقول أن هذه الأشياء يتقنها كل واحد، قليل من الجرأة وسواها، لكن تتقن الثبات على هذه محمد تدخل تجعل غيرتك عليه إحياء لشرعته في بيته. واحد يصرخ عن غيره على الرسول ومحبة الرسول ويخاصم ماذا فعلتم وأين أنتم، هو يصبح ويمسي أمام المناظر التي تخزيه إذا وقف أمام الرسول يوم القيامة وهو ينظر إليه. عندك غيرة على الرسول طهر هاتين العينين عن النظر إلى ما لا يرضي حتى تنظر بها تلك الطلعة البهية. عندك غيرة على الرسول طهر هاتين الأذنين عن أن تستمع إلى ما لا يليق. عندك غيرة على الرسول طهر هذا اللسان عن فحش القول من أمة سيدنا محمد وتستورد الألفاظ البديئة ما عدا بالعربية. أولادنا الآن، أولاد المسلمين الآن يتكلمون بفحش القول، بغلاءات الكلام، بالشتائم، بالعربي، بالإنجليزي، بالفرنسي، بلغات العالم. قاطع هذا الفحش من القول، هو الذي يفرق قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قطعت يوم يومين، قطعها أبد الآبدين هذه الصفات حتى ترد عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أخذ قبسا من نوره صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. لا تبالغ ما يقال خارج هذه الدائرة. الاستخفاف سهل، أن يستخفك الناس سهل،
لأن عيوب تشعر مثل ما تفعل سهل، لكن فعل الرجال، فعل أهل الإيمان، فعل أهل الثبات، هذا الذي نتحدث عنه. نريد تغيير حقيقي، نريد أن يرى العالم رسول الله دينا.